حافظ الجون او عظامه مشط القدم الخلفيه او الطرف الخلفي اللي هي الميتاتارزال بون. في الميتاتارزال بون اتفقنا مثلا حضرتك عندك في رجلك 5 ميتاتارزال بون، انما في الهورس الرقم 3 بقت اكبر واحده فسموها لارج ميتاتارزال بونز، والاثنين اللي في الجناب اللي اختزلوا دول او ريديوس لونج بون اللي هي الفورس في اللاترال والسكند في الميديا. يبقى الحصان او الهوس عنده كام ميتاتارزال بون؟ عنده 3، رقم 3 هي اللارج، ورقم 4 ورقم 2 دول اسمول ميتاتارزال بون. يبقى اللارج ميتاتارزال بون اللي هي ايه؟ اللي هي رقم ايه؟ 3. كلهم عباره عن ايه؟ عباره عن لونج بون. دي الطيب بتاعتهم. الدايركشن بتاعهم حضرتك شايف كده رجل الحصان كده متجهه فين؟ العضله دي متجهه فين؟ الى اسفل والى الامام، اكرينيو فنترال للامام والى ايه؟ والى اسفل. البوزيشن بتاعتهم موجودين فين؟ موجودين ما بين الترزل وما بين الفيرست فالانس. ما بين الترزل بونز او الترزل جوينت والفيرست فالانس. دي كلها اللي هي ايه؟ اللارج ميتاتارزال بون رقم 3 ورقم 4 ورقم 2 ميديان، دولت سمول ميتاتارزال بونز. ده هنشوف الوصف التفصيلي والفرق ما بين الحيوانات او الكومباريتيف بتاع الميتاتارزال بون في الفيديو اللي جاي قدام حضراتكم. ده ميتاتارزال بون is considered one of the long bone, one of the long bone present in the body. It's a part of the region called الهايند بو بريزنت ان ايه؟ ان البلفيك ليم. الميتاتارسال بون كورسبوندنج تو الميتاكاربال ان جنرال اوتلاينز. الميتاتارسال بون بالنسبه للعدد النمبر بيبقى ديفر اكوردنج تو سبيشيز. لو جينا بالنسبه للهورس بلاقي ان عددها بيبقى 3 لارج ميتاكاربال بون اند 2 سمول ميتاكاربال بون سبلنت بون. بينما عندي الاوكس العدد بتاع الميتاتارزل لو جيت بصيت على الاوكس بلاقي العدد بتاعي عندي 3 3 3rd والفورث اند الفيفث بتبقى رودمنتري اون ذا بالمر سيرفس. بالنسبه للدوج والكات والمان بيبقى العدد بتاعها 5 5. بالنسبه للكامل والبيك بيبقى العدد 4. طيب هبتدي اول حاجه على الميتاتارزل بون اتكلم عنها. الميتاتارزل بون البيانات اللي موجوده عندها كاركترايزد بان هي بتبقى سيميلر للميتاكاربال. نفس الحاجات بلاقي عندي ميتاتارزل تيوبريستي، بلاقي عندي دي لارج ميتاتارزل، بلاقي عندي اثنين السكند ميتاتارزل بون والفورس ميتاتارزل بون، بلاقي عندي النيوترانت فورامن، بلاقي عندي الساجيتال ريدج ساجيتال ريدج، بلاقي عندي ميديال كوندويل اند لاترال كوندويل. طيب اقدر ازاي اميز او اعمل ديفرنشيشن بين الميتاكاربال اند الميتاتارزال بون؟ بميز بينهم ازاي؟ رقم واحد بالنسبه للدايركشن، لو انا بميز بينهم في اللايف انيمال بالنسبه لي الميتاكاربال وضعها بيبقى فيرتيكال راسيه، بينما الميتاتارزال بيبقى وضعها كرينيو فنترال. كرينيو فنترال يعني ايه؟ يعني واخده اتجاه واخده مين؟ يعني لو بنقارن في نفس الحيوان بيبقى عامله كده. طيب لو انا دلوقتي بتكلم على اللينس بالنسبه ليه الميتاتارزل بتبقى لونجر رازر زان الميتاكاربال. طيب بالنسبه لي لو جه باجي اتكلم على الكروس سيكشن، لو انا جيت بمنشار وقطعت في الاثنين، جيت قطعت في دي وقطعت في دي، هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ هلاقي ان الميتاكاربال عندي بيبقى اوفال في الكروس سيكشن تبقى فلاتن، بينما الميتاتارزل بتبقى سيركيولار. سيركيولار يعني ايه؟ يعني عظمه مدوره. لو جيت بصيت في الفتحات هلاقي عندي بالنسبه للميتاتارزل كاركترايزد باي بريزنس اوف الفاسكولار جروف. فاسكولار جروف which presents on either side medially and laterally. تاني يبقى انا عندي بالنسبه للميتاتارزل كاركترايزد باي بريزنس اوف الفاسكولار جروف اهو، والفاسكولار جروف برضو اهو موجود على الميديال وعلى اللاترال فور ثيرد ميتاتارزل ارتري اند ثيرد ميتاتارزل فين. يبقى على اللاترال عشان السيرد ميتاتارزال ارتري، وعلى الميديان عشان السيرد ميتاتارزال فين. تمام. طيب هل الكلام ده موجود عندي على الميتاكاربال؟ الاجابه لا، مفيش. تمام، يبقى ابسنت. رقم 2 لو جيت بصيت عندي على البروكسيمال اكستريميتي، بروكسيمال اكستريميتي كاري سنترال ديبريشن فور ميتاتارزال. الميتاتارزال كاري سنترال ديبريشن، بينما وايل ميتاكاربال ابسنس اوف السنترال ديبريشن. ده مهم 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 very important. طيب لو جيت اتفرجت على البالمر سيرفيس هبص على النيوترانت فورامين،
هلاقي مستوى النيوترون فورامين في الميتاتارسال بيبقى اعلى هاير رازر زين الميتاكاربال بون. يبقى الميتاكاربال بون والميتاتارسال بون بالنسبه لي الاوبننج نيوترون فورامين هنا في الميتاتارسال اعلى, بالنسبه لي سنترال ديبريشن موجود بريزنت ان الميتاتارسال ابسنس ان ها الميتاكارب. يبقى انا عندي البيان الزياده او البيان الحاجه اللي موجوده زياده الفاسكولار جروف, لكن بالنسبه لبقيه الحاجات سيميلر ان الجنرال اوتلاينز تو الميتاكاربال بون. الجنرال اللاند ماركس اللي موجوده عندي على العظم بتاع الهورس, ابتدي اشوف بقى العظم بتاع ها الاوكس. طيب اتاكد ان دي متطرزه ازاي, هاجي ابص على السنترال ديبريشن هلاقيه موجوده. طيب فين عظم الاوكس بتاعي؟ ادي عظم الاوكس اهو. عظم الاوكس بتبقى الثيرد اند الفورس ار فيوزد, بيبقوا فيوزد. دي ميتاكاربال ولا ميتاتارسال؟ دي ميتاتارسال بون. عرفت منين؟ فروم سنترال ديبريشن. طيب لو جبت عظمه الاوكس الثانيه ما فيهاش الكلام ده, دي ميتاكاربال بون بينما دي ميتاتارسال بون فور اوكس. دي الكروس سكشن فيها بتبقى بالنسبه للاوكس بتبقى فور سايدد, بينما هنا بيبقى فلاتند. فلاتند يعني ايه؟ يعني مفلطح. تمام. طيب ابتدي اتكلم على البيانات اللي هنا, هشوف عندي ها ميتاتارسال تيوبريستي, ميتاتارسال تيوبريستي هشوف عندي دورسال لونجيتيودنال جروف, ها بالمر لونجيتيودنال جروف, وطبعا في البروكسيمال ميتاتارسال كانال والديستال ميتاتارسال كانال. هشوف عندي تو تروكليا وانتر تروكليار نوتش. طيب فور الدايركشن بقى, لو احنا حددنا الدايركشن في الميتاكاربال عن طريق الميتاكاربال تيوبريستي, بالنسبه لي الميتاتارسال تيوبريستي هنا ما بترقاش, ما بتبقاش او نوت ديفلوب تيل بيكام تيوبريستي, يعني ممكن نقول عليها ميتاتارسال ريدج, بتبقى ريدج خلاص تبقى ايه ديفلوب. طب اقدر احددها ازاي؟ اقدر احدد الدايركشن ازاي؟ فروم البروكسيمال اكستريميتي, ادي البروكسيمال اكستريميتي بتاعتي اهي, جريتر بارت بيبقى الجزء الجريتر ده بيبقى لاترال, لاترال, والجزء الصغير او الليزر ده بيبقى موجود ميديال. يبقى انا عندي البروكسيمال اكستريميتي ديفايدد انتو تو بارتس, بارت بيبقى جريتر ده لاترال, وبارت بيبقى هو الليزر بارت بيبقى ميديال. يبقى الجريتر يبقى كده العظمه شمال, هتشوف الجريتر بارت على ايدي كده الشمال يبقى العظمه شمال. تاني يبقى انا عندي على حسب الجزء الجريتر ده, الجزء الجريتر ده لو على الشمال تبقى العظمه شمال, لو على اليمين تبقى العظمه يمين. يبقى ده بالنسبه عندي الميتاتارسال بون اوف اوكس. يبقى خدت عندي الميتاتارسال بون اوف اوكس بتبقى وايدر وبتبقى فور سايدد اهي, تمام. وخدت الميتاتارسال بون اوف الهورس بتبقى طبعا زي ما قلنا فيها السنترال ديبريشن وبتبقى سيركيولار. اخر حاجه عندي الميتاتارسال اوف الشيب, الميتاتارسال اوف الشيب نفس الكلام اللي موجود عندي في الاوكس ونفس الاوت لاينز, وبالنسبه للدايركشن الجزء الكبير دوت بيبقى لاترال, والجزء الصغير ده او الليزر بارت ده بيبقى بريزنت ميديال. يبقى انا عندي ده لاترال بينما ده ها ميديال.